بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصحي صحتك أولا. يعتبر نبات الهليوم من الخضار الغنية بالمواد التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة للوقاية من عدد من الأمراض. سنتعرف من خلال حلقة اليوم على هذا النبات المفيد، فأهلا بكم. يحتوي الهليون على مركبات عديدة مضادة للالتهابات، تساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، كما أنه غني بمضادات الأكسدة ومادة الجلوتاثيون التي تلعب دورا مهما في حماية الجلد من التلوث وآثار الشمس المضرة وآثار الشيخوخة. يحتوي الهليون على فيتامين كي الضروري لتخثر الدم وتقوية العظام، كما أنه غني بفيتامينات بي التي تساعد على التحكم في مستويات السكري في الدم، كذلك يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد وظائف الكلى، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين A وبعض المعادن الأساسية التي تساعد على تقوية المناعة. يعتبر الهليون من النباتات الغنية بالألياف والبروتينات الضرورية للهضم الجيد والمناعة، كما وأنه يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون نظراً لاحتوائه على ألياف تبقى بدون هضم حتى وصولها إلى الأمعاء الغليظة، حيث تزيد من امتصاص المواد الغذائية. عزيزي المشاهد، تأكد دائماً أن النظام الغذائي الخاص بك يحتوي على كميات كافية من الهليون، فهو من النباتات الغنية جداً بالعناصر الغذائية لصحة الإنسان، ويمكنك تجربة القليل من الهليون في وصفات عديدة كالشوربة والسلطة والخضروات المطهية للاستفادة من فوائده الغذائية. يتحقق شعارنا صحتك أولاً.